السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم يا شباب على دامكم الجميل هذا. وصلت اللهم لك الحمد 250 مشترك، وكان هذا الهدف. وبمناسبة هذا الهدف إن شاء الله بسوي جيف اوي على باتل باس، زي ما تقولوا بنسوي بطولة. اي نعم، البث الجاي بيكون بطولة، والفائز فيها بهدي إن شاء الله بالباتل باس. وبس والله، السلام عليكم.